نشوف لو إذا يوصل إلا هاي الدبابة اللي توصل. أنا عادة توصل برايكم. أوه وصلت دبابة قبل، بس شوف تأثير النووي الدخان مع تأثير الأرض. السلام عليكم شباب. السلام عليكم شباب، اليوم رجعت لكم بحلقة جديدة من لعبة جنرال، بجنرال العادية بمود بروجيكت توماهوك. هذا المود شفته بالصدفة على الانترنت وكثير عجبني لانه الجرافيك كله عالي والذكاء الاصطناعي قوي جدا. المود كثير متقن وانا ما صعب بتجربته، تجربة المحترفين يعني بس المحترف ينزل المود، لانه الذكاء الاصطناعي كتير قوي. من ناحية ثلاث شغلات، الشغلة الاولى انه انت معك 10,000 وهو معه 50,000 من ناحية المال، واثنين هو بظرف 4-5 دقائق بعمر الارض كلها مع النووي والتحديثات كلها وبهلش يهجم لك بهالجيش. والناحية الثالثة انه هو بهجم لك على السبلاي عم عمل المصاري وعلى الدفاعات كمان، بيقضي لك على نقاط ضعفك مشان يخسرك فورا. فلهيك الذكاء الاصطناعي كتير قوي جدا، انصح المحترفين بيجربوه. بس هيك فلنبدا. اوكي يلا انا بدي العب بخريطة الاساسية اسمها فورتريس افالانش، بتوقع معناتها انهيار القلعة. فبدي العب 2-5، ايش رايكم؟ 2-6 كتير، 2-5 يعني معقولة مستحيلة بس ممكن. ما تعال نجرب، ايش رايكم؟ يلا انا بدي العب عشوائي، صين امريكا جي ال اي، ما في غير 3 جنرال عادية. يلا حاجة لعيلعانة كتير، خلينا نبلش بقى. ايه تقول الدم ده؟ يا ساتر. 4 3 2 1. اوكي يلا انا هون بجيش الصين مع صديقي جيش الامريكا، فلنبدا. 1 hour later. اوكي هون شوفوا الهجوم القوي اللي جاييني، وهي طيارة الميج اللي جاي هاجم على الطاقة بهدف انه توقف لي الدفاعات، دفاعات الرشاش. شوفوا كمان بيصرف 7 دقايق معمرين نوويين، بيصرف 7 دقايق. شوفوا شباب الهجوم ما راضي يوقف نهائيا، من كتر ما يضربوا لي الشفلات ما بلحق اطالع. وصلت على رانك 7 من كتر الهجوم، بس ما راخد شيء. شوف الهجوم من كل الاطراف، من كل الاطراف. لحق اذا بتلحق. خليني اضرب النووي بهذا الترفيع، كمان ترفيع الحارق. طبعا هذا الترفيع اول واحد اللي حطيته منوع، انت وحظك، يا بيجيك صواريخ يا حارق يا قنابل. خلينا قوي دفاع شوي، انا حاسس حالي اخسر من كتر الهجوم. شوفوا صوت ترفيعات، ترفيع حارق مع ترفيع صديقي اللي جاوب. احترق النووي، احترق وشباب، احترق النووي. شوفوا شلون انفجر النووي، جرافيك شي خيالي. شو هاد كمان ترفيع، ما بعرف شو كان اسمه، شو بدي اخد. والله شوف هذا الترفيع، اللي ما بيعرف هذا الترفيع انه تقوس عليه تاخده، بتقوس على دبابة على تعمير على طيارة بتصير الك فورا. قول لي جملة مفيدة عشان افهمك. وصلت الدبابة الجبارة مع صاروخ الجبار، دبابة الاوفرلورد مع صاروخ الجبار. انا اشوفه قوته اللعبة، يلا بشوف. انا عايز جملة مفيدة. طبعا دبابة الاوفرلورد قوية جدا، اقوى من العادية اللي بتطالع من معمل دبابات. تمام قوي وتحديث، وفي تحديثات اكتر. الكاتليك عم تضرب لي البلاك لوتيس هربي. الله ينعنك، كأنه انا جيت النووي. تعال حادز ترفيعات على النووي قبل ما يجيب لي اياه. باقي 23 ثانية ان شاء الله راح اخلص عليه. وصل الترفيع اسمه ساتلس هاك، يعني اختراق الاقمار الصناعية، بيخترق الاقمار الصناعية وجيب اللي بده اياه. وجاب القنابل هلا وفجرناه والحمد لله قبل ما يجيب لي اياه. اوكي صار في الله هجوم قوي، خلينا ننزل الاوفرلورد الصاروخ. شوفوا الهجوم القوي، يو اس اي مع تشاينا مع جي ال اي. اوكي وصلت الدبابتين، شوفوا الهجوم. خير وش فيك انهبلت؟ حاسس حالي راح اخسر، مركزين على رفيقي ليش ما بعرف. تحس الذكاء الاصطناعي متفقين كلهم مع بعض يهجموا فرد دفعه. راح احاول ادافع عن صديقي، انه اذا خسر بخسر انا كمان. تقريبا دمر نص الجيش او 3/4 كله كل عم دمرنا الجيش بنجاح.
هون شباب اللي ما بيعرف المعلومة انه مثل البلاك لوتس والكورونيل والجامن كيل، كل جندي له خاصية، مثل بلاك لوتس الحارق والكورونيل بينزل جنود، والجامن كيل بينزل متفجرات. طبعا ما موجودين غير فيهم، لا بالنجمة ولا بالتعميرات ولا بهيك. شوفوا جن حارق. اوف 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 دمر نص المعمل. شوفوا هون هجموا على صديقي بالترفيعات، من كتر ما الذكاء الاصطناعي قوي هدول الترفيعات كتير قوية جدا، لدرجة انه بيخلصوا جيش كامل. جي ال اي مع تشاينا. شوفوا ضربوا له المعامل المصاري كلها، فلس الله يمكن، مش كمان قادر ادوس ترفيعات، باكي خلصت له عليهم وهو بالاصل ما راح يخلصوا. شوفوا شباب من كتر ما الذكاء الاصطناعي قوي جدا، ضربوا له السبلاي تبع رفيه ووقفوا له المصاري، يعني وقف. حتى كمان الهجوم ما بوقف عن صديقي، يعني هجوم الهليكوبتر مع هجوم الترفيعات مع هجوم الدبابات، الله يعينه. حتى هلا عم ببيع كرمال يطالع شو اسمه السبلاي. حتى في شغله انتبهتوا عليها يا شباب، انه هذا اللاعب وهذا اللاعب الثاني ما بعمره مثل اللاعبين الثانيين، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. شوفوا مثل هذا الهجوم، انه الهجوم ما بتوقف، الترفيعات مثلهم ما بتتوقف، صدفه صايره، يعني كان عم بلعب 2 ضد 3. يا حرام، من كتر ما حاول يبيع شيء مشان يعمل سبلاي ما جاب له سبلاي، يعني ما ضل عنده شيء يبيعه، ما ضل يبيع غير كمان سنتر مشان يحصل على مصاري كمان. بس انا مو موجود لا تخاف، رح انقذه بشكل احترافي. اوكي شباب، بعد نص ساعة دفاع قدرت شوي احصل مصاري وجيش لقدر اخسره بعد نص ساعة. شوفوا بعد نص ساعة. اوكي شباب، بعد دمار شامل اللي حصل هذا كمان خسر، بعد دمار شامل خسر واحد شوي. شوفوا بريطاني باقي الباقية. شوفوا كمان صار كمان عندي جيش الجي ال اي وجيش الامريكا وجيش الصيني، شايفين صار عندي الجيوش كلها بسبب الخاصية اللي اخذتها اللي فرجيتكم اياها، انه شو ما تاخد بيصير جيش لالك. انت انا اخذت التراكسات صاروا الي. كفو بيض الله وجهك. والله هجمنا على الثاني. شوفوا ما انا معمر شي غير معمل دبابات وهالسباي برا وكم شغله. خلينا ندز هذا الجيش هون وهذا الجيش الثاني هون. وبعدين هالك خسر الثالث او الثاني. يلا خلينا ندز ترفيعات هون، خسر الثالث او الرابع. خليني كمان جهز له جيش لا خليه ما ينام الليل، من الامريكا ومن الجي ال اي والصين، لا خلي هالجيش ولو 10 لاعبين ما هي ما يدري يخلص هالجيش. هجوم الاوفرلورد على الجي ال اي معمل قلابل عليه. شوفوا كمان دباب ترفيه قديش قوية وجبارة، بس شو كان اسمهم؟ نسيت. يا شوفوا النار. طبعا التأثير ما كان كتير قوي لأنه مخفف الإعدادات شوي، لأنه الجرافيك مو عالي، بطيئة شوي، ومع ذلك بطيئة. هجوم يا جيشي، هم لا أنا أبو اللي نفعتكم. اي كمان خلق خسر جي ال اي. ايه صحيح، مثل ما قلت لكم انه هذا الكونانيل شوفوا
هاي الطيارة بتنزل جنود، والبلاك لوتس هي اللي بتجيب الحارق، والجومن كيل مثل ما شفتوا المتفجرات تقدر تنزل متفجرات فورا تتفجر يعني، او مثل ما بسببون التيرورست حسه مثل الخوازي ما بتحس الا عاد امان الله طلع لك بنص الارض دج. وصلت ترفيعات الله هون وجو اوه صار هون. بس شوفوا الانفجار، كان في حدا انسحب من سحب الجي ال اي، شيء لا يوصف. اوكي ما خلصت له المعامل كلها. وش طال عنده نشوف. ليك واحد من المعمل، المعمل الجنود. تعال نجيب النووي. نشوف النووي ده يوصل الا هاي الدبابة لا توصل. انا عاد اتوصل برايكم. وصل الدبابة قبل. بس شوف تأثير النووي الدخان مع تأثير الارض، شي ناي شي رائع. وهيك ربحناها بعد عذاب 40 دقيقة. فعلا الجيم رائع كان، والجهاز صعب جدا كان. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ونشوفكم بحلقة جاية.